ماذا فتحت؟ الناس مسرحي؟ الناس مسرحي؟ يا إلهي، أحلم بعد أن يتم بس نص مسرحي لي أن يأخذ أمير أعرابي بيدي ونمشي سويا على الدجاجة الحمراء. السنة الأولى لتعلم اللغة العربية، من اليمين إلى يسار فتحت العالم جديد. كتبنا صباح الخير، درسنا اليوم الكلمة الجديدة. صباح الخير، ما هي ضرب طرب ضرب طرب ضرب طرب؟ هل تعرف ما معناها؟ طرب. السنة الثانية، من أجل ممارسة اللغة العربية قررت ألا تحدث اللغة الصينية مع أمي. أهلا وسهلا يا سيدتي، أنا ابنتك لطيفة. ما اسمك؟ كيف حالك؟ ما جنسيتك؟ وكم عمرك؟ يا أمي، أريد مائي. مائي. السنة الثالث، تدريجياً اكتشفت أن أساس تعلم اللغة العربية هو فهم ثقافتها. هذا يعني دقيقة. اكتسبت من دراسة الجامعية تعلق شديد باللغة العربية، ثم ارتبط عملي وحياتي بها ارتباطا وثيقا. خلال الوباء تبرعت بالمال للدول العربية وساهمت في دعمها، كما تضامنت مع فلسطين عندما تعرضت غزة لغارات جوية. وسأستمر في دعم الدول العربية لأن أصدقائي العرب قدموني كثير من المساعدة والدعم، ودعمهم هو الذي غير حياتي وجعلني أحقق أحلامي.